بسم الإله أبتدي وأحمده بسم الإله أبتدي وأحمده وهو المعين في الأمور نقصده الله رب حامدين فضله أتم أنعما وجل شأنه من أنزل القرآن للعباد يهديهم به إلى الرشاد وخص قوما يبتغون أجره يعلمون يقدرون قدره بسم الإله أبتدي وأحمده وهو المعين في الأمور نقصده الله رب حامدين فضله أتم أنعما وجل شأنه ومنهم من تحفظ القرآن لترتوي منه الهدى أزمانا فأنشئت مقارئ من أجله منها الشفاء من عظيم فضله بسم الإله أبتدي وأحمده وهو المعين في الأمور نقصده الله رب حامدين فضله أتم أنعما وجل شأنه في دارنا المدينة المنورة دار الكرام الطيبين الطاهرة وتم